وهذا سائل يقول: قال بعض التابعين: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته لا يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة، هل هذا في خطبة الجمعة؟ وكيف نعرف صاحب البدعة؟ نعم، هو لما ظهرت الفرق في وقت السلف وفي ظهرة الخوارج والمعتزلة الذين يشقون عصا الطاعة ويفارقون الجماعة، صار من علامات هؤلاء من علاماتهم أنهم لا يدعون لولاة الأمور، فكونهم لا يدعون لولاة الأمور هذا دليل على أنهم يعتنقون مذهب الخوارج أو أنهم يستحسنونه، لأن الدعاء لولاة الأمور دعاء للمسلمين، لأن ولاة الأمور إذا صلحوا صلح المسلمون وإذا فسدوا فسد المسلمون، فالذي يدعو لولاة الأمور إنما يدعو في الحقيقة لصلاح الإسلام والمسلمين، ويكون هذا في خطبة الجمعة وفي كل دعاء يدعو به المسلم يدعو لولاة الأمور. نعم.